هذا الاحتفال الهدف منه أوسع مشاركة رسمية وشعبية للتحضير للانطلاق والإعلان عن فعاليات يوم الأسير الفلسطيني التي ستبدأ مبكرا من 2/4 وستنتهي في 20 نيسان. طبعا اللجنة شكلها عطوفة المحافظ برئاسته وبتنسيق حركة فتح بعضوية نادي الأسير ووزارة شؤون الأسرى، الحكم المحلي، الأوقاف والمحافظة وبقية مؤسسات البلد التي ستشارك بفعالية إن شاء الله في يوم الأسير الفلسطيني. في عنا طبعا ستبدأ الفعاليات كالمعتاد في المدارس التربية والتعليم. طبعا إحنا الفعاليات ستبدأ بعد غد إن شاء الله لأنها واسعة وستشمل كل مدارس المحافظة الثانوية، ومن ثم سيكون هناك سلسلة من الفعاليات: مسيرة مشاعل، مسيرة مركزية، يوم ترفيهي للأسرى لأبناء الأسرى وزوجات الأسرى، يوم مفتوح في مدرسة فرعون الثانوية ب 17 شهر. هذا جزء من الفعاليات التي ستقر إن شاء الله في الجلسة التحضيرية ليوم الأسير الفلسطيني.